انا ببعت بسلام وتحيه واحترام وتقدير واجلال الى جلاله الملك محمد السادس ملك المملكه العربيه المغربيه المحترم الشريف النزيه، وساتقدم بطلب غدا ان شاء الله الى سعاده سفير دوله المغرب في مصر، اطلب منه ان يحدد لي موعدا مع جلاله الملك ملك المغرب علشان اروح اسلم على جلاله الملك وابوس ايده كده اهو وارجع تاني، بس مش هعمل الا كده. يبقى انا احدد عايز اروح اقابل جلاله الملك ملك المغرب ليه يا حياه؟ حضرتك بتقول عاوز تبوس ايده؟ هروح ابوس ايده وارجع، بس هقول له يا بطل يا ابن البطل يا زعيم يا ابن الزعيم يا اصيل يا ابن الاصيل يا اعظم رئيس واعظم ملك في العرب، بس على طول قال الحقيقه. اجيب عربيه اللي اعملها؟ نضحك على بعض، ده انتوا عمالين بتقطعوا في بعض. ما عادش هو في عاد في حاجه اسمها وطن عربي؟ يا سيادنا انا اشارك في ضلال، انا اضحك على شعبي، انا اضحك على الشعب العربي. هو الراجل قال كده. يبقى لما يبقى في رئيس دوله كده نروح نبوس ايده، لما يبقى في ملك كده نروح نبوس ايده. اوك والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا حياه لسوف ابعث برساله رسميه مني الى سعاده سفير دوله المغرب العربيه الشقيقه على ارض مصر، اطلب منه ان يحدد لي لقاء مع جلاله الملك ملك المغرب، لاني اريد ان اقبل يديه واعود مره اخرى الى مصر. بس ده ابسط شيء، احنا لازم نقول الحقيقه ونواجه نفسنا. احنا بنضمر يا فندم، احنا بنحول من احرار الى عبيد لدى بني اسرائيل، واحنا في مرحله النهائيه لان نصبح عبيد، دي المرحله النهائيه. واحنا بنعيش في ظل نظام سياسي غير قادر على فعل شيء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.